لعنة الله، لعنة الله عليك يا حسن نصر الله. ايش له علاقة بالموضوع؟ رجل يقصد حمص لأنك تعمي على الناس الحقيقة أيها المجرم الأفاك. لعنة الله عليك، وأرجو من الشعب السوري اليوم أن يلعنه على خطابه الأخير. كلامي طالع من الشام على ضاحية الجنوب، شمس حزب الكذب راح تباشر بالغروب. ضحكت على الناس بالتوجه الإسلامي بالدأن، بس هلأ انكشفت حكمك عنا هو الدفن. نتمنع كل لحظة احترام صرفت لحزب الله. طائفيين وطافروا جواتهم الشرف مات. رح نتفرغ لكم بعد ما نخلص من هذا العرس. بنصر من وراكم مجرد ميناء للفرس. نصرلات بدل ما قلنا تحارب جرب تحارب. حرف الرأوة ولا عم تقتدي بشار بسانك المعاق. ربي ابنك قبل لا تربي دقنك. ربي يلعنك لا تكون صدقت كذبك. حزبك اسمك صال الزيف رمز. انت قطعة من التلج والجيش الحر عنا هو الشمس. انيابك بلحم شعبي مثل الكلب غرس تغرز. وبال2006 تخبت تحت الارض كالجورة. دفعلك ما بتدل انك من امي مسلمة. افكارك سودا كنا عمامتك المظلمة. حزب كذب عمل مع الشيطان تبادل اماكن. بالعقل لعب عنا نشر اللون الداكن. مقاومة لكن ممانعة لكن سلاح ساكن. الحقد عليهم حاكم. حزب كذب عمل مع الشيطان تبادل اماكن. بالعقل لعب عنا نشر اللون الداكن. مقاومة لكن ممانعة لكن سلاح ساكن. الحقد عليهم حاكم. خلينا نراجع دفاتر الحروب الماضية. عدد شهداء باب عمر عدو عدد شهداء الضاحية. بلدك تحت القصف شهر دمرت البنى التحتية. عيبت على باب عمر بالعصابة الإرهابية. حزب الله المسرحية منيح مثل. هل المقاومة انك ترسل جنودك ضد شعب اعزل. مخطط ايراني صفوي روسي. بس لو بتموتوا سوريا ما حتكون ضلع بالمثلث المجوسي. كوني ضدك هذا ما بيعني اني مع اسرائيل. ترى انتم زرعتوا بالمنطقة لا تكتر الاقاويل. طلع مين اللي عم يتلنا وتطلع عالتاريخ. كم اسم بالمنطقة رح ينحطوا على نفس السيخ. مقتدى القدر نصر الله تو احمدي نجاد. من سنين بدكم تمسحوا اسرائيل. وين الافعال؟ الثورة خلت انيابكم السودة تبين. حسابكم قرب حساب عسير. حساب علينا جدا هين. حزب كذب عمل مع الشيطان تبادل اماكن. بالعقل لعب عنا نشر اللون الداكن. مقاومة لكن ممانعة لكن سلاح ساكن. الحقد عليهم حاكم. حزب كذب عمل مع الشيطان تبادل اماكن. بالعقل لعب عنا نشر اللون الداكن. مقاومة لكن ممانعة لكن سلاح ساكن. الحقد عليهم حاكم. وانت بحرب تموز حتى يصير الاقوى بلبنان. حتى بعيون العرب البطل المقاوم يبان. مجدك كله فان. انت جزء من دولار. وش الاول لاسرائيل والوش الثاني لا ايران. صوتك كانت بكل بيت مرفوعة. بس هلا عم نستخدمها بالحمام بدال المية المقطوعة. نصر اللات ما احترام الشعب اللي شعبه احتضن. الشعب اللي اخى شعبه عن حاله وعن تمه حرام. لا تستبعد بكرة يوجه اسلحته للشعب اللبناني. لو طلعت مظاهرة ببيروت ضد مبادئ الخميني. ما كان بدي سبك بس اللي اجبرني الزبداني. صواريخ مقاومتك نزلت عاهلي وجيل. جهز حالك لاني جاي عالضاحية بسيارة وحبلة. نازل على وكرك اسحب دقنك. اربط عندك الربي. علق مشناتك قدام الناس بساحة المرجة. اعطيك تكت كرسي عجهنم جنبه لابو ربي. حزب كذب عمل مع الشيطان تبادل اماكن. بالعقل لعب عنا نشر اللون الداكن. مقاومة لكن ممانعة لكن سلاح ساكن. الحقد عليهم حاكم. حزب كذب عمل مع الشيطان تبادل اماكن. بالعقل لعب عنا نشر اللون الداكن. مقاومة لكن ممانعة لكن سلاح ساكن. الحقد عليهم حاكم. w-394.com DK Yeah. يا أهلون بدأت الحرب الأهليين. يا أهل الانشعار بدأ الحرب الأهليين. بدأ الحرب الأهليين. هذا مثلا عن الإعلام مقاربته للموضوع السوري. بدكم صراحة أكتر. وأنا بعرف أن البعض منكم قد يتحفظ أنه يا سيد ليش بدك تفوت بهذا التفصيل. بس أنا بدي فوت بالتفصيل. يوم اجتماع مجلس الامن للنكليت ما تأثرنا. انا واحد من الناس ما بتفكم. شوفوا قديه فعل الاعلام. شوفوا قديه فعل الاعلام. شوي بيقول لك حمص والعاني بلشوا 50 قتيل 100 قتيل 200 قتيل 300 قتيل 350 قتيل مئات الجرحى 39 بناية نزلوا على الارض. اي حدا بينهز. وانا عندي موقف سياسي واضح من اول احداث حزب الله. عنده موقف سياسي واضح. بس امام هذا المشهد كلنا بدنا نتاثر. طيب يا اخوان دقوا. قلنا اصدقاء قلنا اخوان قلنا ثقات بحمص ما لهم علاقه بالنظام.
يا عمي شو في بحمص؟ قال ما في شيء بحمص، مثل العادي في شوية اطلاق ناوي شوية اشتباك. خصماني بعد حي بوابو حي رشاد. يا ويلكم لله يا جامعة العربية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما لنا غيرك يا رب، ما لنا غيرك يا رب، تحمينا من الظالم. يا عمي شو في بحمص؟ قال ما في شيء بحمص، مثل العادي في شوية اطلاق ناوي شوية اشتباك.